والآن إلى فقرة شروق نت وأخبار موقع شروق نت، ودائما في كل حد بيكون معنا حاضرا داخل الاستوديو دكتور عبد الملك النعيم، كاتب صحفي محلل سياسي وأستاذ الإعلام بجامعة الخرطوم. نرحب بك كثير جدا ونقول صباح الخير عليك. صباح النور لينا، صباح النور أحمد، وتحية ليكم ولكل المشاهدين في هذا اليوم. مرحبا بك يا دكتور. قبل ما نبدأ أخبارنا، تابعت معنا التقرير الفات عن معرض الخرطوم، هو كان مقتضب يعني لحد ما انت زرت المعرض، نعم، انطباعك عنه كان كيف؟ المعرض طبعا الملاحظه الجديره بالاهتمام هي الاسعار الغاليه للكتب. ويمكن طبعا المسائل دي هي نوعيه، يعني يمكن انا تابعت جوا المعرض حاجتين، الكتب المختصه بالاطفال والكتب المختصه بالبحوث العلميه التخصصيه. ففي الحالتين الكتب اسعارها غاليه، انا كنت بتوقع انه يكون على الاقل اسعار معقوله جدا. دائما حاجات الاطفال دي يعني الالعاب بتاعتهم غاليه، ملابسهم غاليه، لانه طبعا شغاله يعني ما اعرف ليه ما مهتمين، والله للاسف لا مهتمين، لكن شغاله بسعر السوق، لانه الحاجه الاقبال عليها عالي جدا، بالتالي يقوم يترفع سعرها. بالعكس، يعني انت هسه بعد شويه حتكتشف انه الالعاب بتاعت الاطفال وكتبهم رغم غلاء السعر بعد نهايه المعرض ممكن تكون خلصت، لانه الاطفال دي طبعا ضغط عالي جدا. ولا يستطيع، لا لوبي صعب يعني، لا يستطيع انه الا يلبي حاجات الاطفال. الثانيه خاصه بالكتب، فعلا في كتب عندها وزن، في شركات وفي دور نشر كبيره جدا هي الان مشاركه في المعرض، لكن الملاحظه حقيقه انه اسعار الكتب غاليه جدا. الحاجه الثالثه شعار بانه في نشاطات ثقافيه مصاحبه، لكن يمكن انا دائما بعمل مقارنات بسنوات سابقه، يعني برضو الاقبال يمكن يبدو اكثر تواضعا من سنوات سابقه، هم ظروف مختلفه انها تؤدي الى هذا، لكن فكره اقامه المعرض وانه يكون مستمر وسنوي وبهذا الحجم، انا افتكر دي مساله مهمه جدا لنشر الثقافه وللاهتمام بها والاعلام. نعم. مباشرة ننتقل لأخبارنا، عدد من الأخبار التي وردت في موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت. نبدأ بأول خبر. السيادي يرحب بوفد حركة مناوي في الخرطوم. رحب المجلس السيادي بوصول وفد حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلى الخرطوم يوم السبت، واعتبر أن عودة الوفد إلى السودان جزء من عملية السلام المستمرة التي يسعى إلى تحقيقها في كل الجبهات. وقال عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي في المؤتمر الصحفي بمطار الخرطوم بمناسبة عودة الوفد إن وصول وفد حركة جيش تحرير السودان والوفود الذي سبقته يأتي في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبر الماضي، باعتبار أن ما حدث هو ثمرة نضالات كل السودانيين عبر مختلف وسائلهم النضالية. وأشار التعايشي إلى أن كل من ساهم في عملية التغيير يعتبر جزءا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق مطلوبات الثورة، وأكد عدم وجود قوائم للحظر أو أحكام قضائية سياسية بحق أي من قيادات قوى الكفاح المسلح، وقال إن البلاد مفتوحة لكل أبنائها من غير شروط أو استثناء من أجل تحقيق شعارات الثورة. ومن بين أعضاء وفد الحركة الذين وصلوا الخرطوم يوم السبت القائد جمعة الوكيل أنجيل فوردا مساعد رئيس الحركة لقطاع الشباب والطلاب وأمين التنظيم والإدارة أحمد جدة وعدد من القيادات العسكرية. نعم. يمكن يعني الجبهة الثورية وصلت قياداتها وفدها إلى الخرطوم، وهذه الخطوة سبقها كثير من الإجراءات، وقف إطلاق النار من قبل الحكومة وأيضا إطلاق عدد من أسرى الحركات المسلحة، والآن خبر عن عدم وجود قوائم للحظر أو أحكام قضائية سياسية بحق أي من قيادات قوى الكفاح المسلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تمضي عملية السلام من هنا؟ نعم والله أنا أفتكر أنه كلنا متابعين أنه موضوع السلام هو الموضوع الأول في أجندة الحكومة الانتقالية، وبالفعل يعني تابعنا خلال الأيام الماضية للجولة التي بدأت في جوبا بمبادرة من دولة جنوب السودان بشأن غطاء الشمال، ويمكن يكون تم تأجيله إلى نوفمبر لمزيد من الترتيبات. تابعنا برضو لقاءات تمت من قيادات من المجلس العسكري سواء كان في أديس أبابا أو في القاهرة أو حتى في جوبا، دي كلها كانت لقاءات والغرض منها أن مجموعة الكفاح المسلح بعد تغيير الاسم هي ضروري جدا أنها تكون شريك حقيقي في السلام. برضو الحديث عن أن هذه الحركات اللي بتحمل السلاح هي ساهمت
في إزالة النظام السابق هو أمر حقيقي، لأنه شكلت ضغوط كبيرة جدا وبقت تحمل السلاح وظلت تضغط على الحكومات، فهي جزء من المنظومة اللي غيرت النظام السابق، بالتالي حقه يكون عندها رؤية مختلفة. يعني حكاية حربها للنظام السابق بعد انتهى، يعني حقه تتحول إلى استعداد ورغبة في أنه تتفاوض مع القادمين الجدد وتشوف كيف ممكن الناس تصل إلى صيغة. الزيارات التي جاءت الآن قبل الجبهة الثورية والآن حركة مني أركم الناوي هي تعتبر يعني مفتاحية، لأنه الناس تتفاوض حول كيف ممكن تجلس في طاولة واحدة، لأنه نحن عندنا مشكلة حقيقية في التفاوض مع الحركات المسلحة دي. يعني وأنا يمكن قلتها في الحلقة الفاتت، هو رفع السقوفات. يعني أنك أنت حركة مسلحة أو حكومة، كل ما ترتفع سقوفات التفاوض كل ما الناس ما توصلوا إلى الشيء المطلوب. أنا أتمنى أنه زيارة الوفد الآن للخرطوم ولقاءاته الجانبية وحتى لقاءاته الرسمية تكون على الأقل وضعت اللبنات الأولى للتحاور مع هذه الحركات. في أمر ثاني اللي هو الحركات دي هي بتضمها منظومة الجبهة الثورية، ويجب أنه يتم الاتفاق أنه هل الحوار والتفاوض يتم على أساس أنه هم منظومة كاملة، الحركات كلها داخل منظومة واحدة، ولا كل حركة كمان عندها أجندتها وعندها مطالبة دائرة يعني تفكفكة بحيث أنه تلقى النصيب الأكبر في المشاركة في الحكم. دي برضه أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الواحد شاعر بأنه أنت تتفاوض مع منظومة بعد شوية تتفاجأ بأنه في منظومة تانية عندها مطالب، أو داخل المنظومة الواحدة أنت برضو تكتشف أنه عندها مطالب أخرى. يعني الحاجة اللي حصلت الآن مع ناس الجبهة الثورية هي أنا أفتكر جزء من الكلام اللي بنقوله ده، لأنه ناس الجبهة الثورية ديل في الإطار المعلوم جدا هم جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، فكان ينبغي أنه طالما هم جزء من إعلان الحرية والتغيير، والحرية والتغيير هي الوقعة الاتفاق وهي اللي فاوضت وهي شكلت الحكومة، كان يفترض أن يكونوا ضمنيا منا، لكن ده ما حصل. الجبهة الثورية خرجت وقالت مطالبها ما تحققت، بالتالي مشوا لها في عديس أبابا وفي جوبا وما زالت. فأنا أفتكر يعني حقه هذه الحركات وهي تقدم إلى السلام أنه توحد الرؤى بتاعتها على الأقل، أو إن كان الخيار أنه كل حركة يتفاوض معها على حدة، حق الناس تختصر الزمن برضه تمشي في هذا الاتجاه.